فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: مع أنها أي المشاركة في الظاهر تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. نعم، ولهذا يعني تقرير أن التشبه بهم في الظاهر يدل على موافقتهم ومحبتهم في القلب، هذا أمر مؤكد، ولهذا الله جل وعلا نهى عن التشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم لأجل أن لا تتعلق القلوب بأعداء الله ويكون فيها ميل إليهم، فهذا من باب سد الذرائع. والإنسان إذا تشبه بناس فإنه يميل إليهم، لا شك، إما أن يكون ميلا كثيرا وإما أن يكون ميلا قليلا، وإذا لم يتشبه بهم فإنه لا يميل إليهم. فالتشبه هو علامة الميل وعلامة الركون إليهم. الله جل وعلا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والميل هو الركون، والركون هو الميل وإن قل. فالمؤمن يعتز بدينه ويفتخر بقيمته ولا يتنازل عن كرامته، لأن الله رفعه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يهين نفسه ويتنازل إلى أعداء الله، بل عليه أن يتميز بشخصيته الدينية الإسلامية. ولسنا بهذا نقول أنه تجب مقاطعة الكفار من كل النواحي، وإنما هو من النواحي الدينية والنواحي نواحي العبادة. وأما نواحي التعامل المباح بالبيع والشراء والمعاهدات وعقد الذمة وقبول الرسائل والرسل منهم والتفاوض معهم، فهذا لا، ليس ممنوعا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة، فهذا شيء والموالاة شيء آخر، لأن بعض الناس يخلط بين هذا وهذا، فالمتشددون يخلطون بين المحبة في القلوب والموالاة وبين التعامل المباح، ويقولون كله حرام ولا يجوز، والمتساهلون يقولون كل واحد ما دام نتعامل معهم في الدنيا نتعامل معهم في أمور العبادات والأشياء هذه، أنه هذا تساهل وإفراط وتفريط. والأول إفراط وغلو، والواجب الفرق بين المسألتين. مسألة الموالاة هذه محرمة، نعم، مسألة التعامل هذه مباحة.